قررت ولاية جورجيا إعادة فرز أصوات الناخبين في السباق الرئاسي 2020 مرة أخرى بصورة يدوية نظرا لتقارب فرق الأصوات بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. ولاية جورجيا تقدم 16 صوتا بالمجمع الانتخابي في السباق بين المتنافسين للوصول إلى الرقم 270 صوتا للفوز بالرئاسة. وبالنظر إلى أصوات المجمع الانتخابي التي نالها ترامب وهي 217 صوتا، فإن إضافة 16 صوتا سيعني أنه سيصل إلى 233 صوتا بالمجمع الانتخابي. على الصعيد الآخر، نال المنافس الديمقراطي جو بايدن 279 صوتا بالمجمع الانتخابي دون احتساب النتيجة المتوقعة لجورجيا. أما إذا فاز بجورجيا فإن ذلك يعني أن بايدن سيصل إلى 295 صوتا بالمجمع الانتخابي.